صدرت حديثا رواية الصامت للكاتب والروائي الفلسطيني شفيق التلولي التي تبحث بلسان الراوي عن سر مخطوط مفقود يتضمن سيرة أجداده. تحدثت عن حكايات ارتبطت بفلسطين وغزة بان حكم العثمانيين والانتداب البريطاني وصولا إلى الاحتلال الإسرائيلي. على بعد أمتار من حدود قطاع غزة الشمالية، قريب من هنا بئر قرية دمرة المهجرة، أرض الآباء والأجداد. البئر أصبحت بطلة رواية هذا الكاتب في أحدث أعماله الأدبية رواية الصامت، رواية تعرضت لأحداث مر بها الفلسطينيون إبان حكم العثمانيين وفترة الانتداب البريطاني والاحتلال الإسرائيلي. هي أيضا فكرة اللجوء الذي حط بأجدادنا وأبائنا، وكذلك فكرة العودة إلى هذه البلدة، وهي أيضا فكرة الحلم الذي أنا كغيري من الكتاب يعني سأظل قابض على جمر هذا الحلم بالعودة. سائرا فوق أرض تعج بحكاية الأجداد، يضع كاتب الرواية القراء في مواجهة الحقيقة والخيال ليصل إلى أصل حكاية اللجوء الفلسطينية. قفز الكاتب في روايته عن حاضر غزة ليعود إلى ماضي المدينة وفلسطين، المدينة التي قال عنها الشاعر الفلسطيني محمود درويش إنها مدينة فقيرة صغيرة تقاوم. يبحث هذا الكاتب عن مساحة للأدب في مدينة تفيض بهموم الحياة، رفوف المكتبات عامرة بالكتب، وهذه تمثل تحديا لكاتب يريد أن يضيف شيئا للمكتبة الفلسطينية. هذه الرواية قد تستهدف جميع الفئات، هي ممكن أن تستهدف كبار السن الذين ما زالوا على قيد الحياة ومن عايشوا أبائهم وأجدادهم قليلا ويحفظون التاريخ الفلسطيني، تكتب للأجيال الحالية لكي يعرفوا بالتاريخ الفلسطيني وماذا وقع لنا. هذه الرواية أيضا تعتبر أو تعد وثيقة أيضا تاريخية، وإن جاءت في سياق أو في شكل الرواية لكن هي تتحدث عن حقب تاريخية مرت بالشعب الفلسطيني. للكاتب روايتان وأعمال أدبية سابقة أخرى، يعيش في مدينة لم يقم فيها معرض للكتاب منذ 10 سنوات أو يزيد. باسل خلف، التلفزيون العربي، قطاع غزة. معنا مشاهدينا من غزة الكاتب والروائي الفلسطيني شفيق التلولي. سيد شفيق أهلا بك معنا في شبابيك والتلفزيون العربي. في البداية نبارك لك هذا المولود، صحيح أنها جاءت متأخرة لكن مبروك. يعني أريد أن أسأل عن مضمون هذه الرواية، الرسالة من خلالها لمن تريد أن توجهها ولماذا؟ مساء الخير لك ولجميع المشاهدين، واسمح لي أن أترحم على الطفل العربي المغربي ريان بهذه المناسبة، مناسبة الرواية التي أيضا يعني البئر كما جاء في تقريركم هو بطل حقيقي في هذه الرواية التي أنا أعدها سردية عربية فلسطينية أخرى تسجل في المكتبة الفلسطينية يعني تحاكي أو لتعيد إنتاج الواقع العربي الفلسطيني تحت الاحتلال بدءا من الحكم العثماني مرورا بالانتداب البريطاني وحتى عهد الاحتلال الإسرائيلي. ولذلك نحن كما نقول في عام الرواية الفلسطينية وفي معركة الرواية الفلسطينية، بالتالي أنا أقدم هذه الرواية لتكون مستندا ووثيقة جديدة لتحاول هزيمة أو تحاول الانتصار لفلسطين وللأمة العربية في مواجهة رواية النقيض، الرواية الصهيونية. قبل أن نذهب إلى موضوع الصامت سيد شفيق، يعني موضوع ذكرت لإعادة إحياء الواقع، لكن يعني استندت إلى موضوع الأسطورة، يعني أدخلت الفانتازيا، موضوع المستحيل والممكن. نعم. يعني لماذا ونتحدث عن وثائق، نتحدث عن توثيق، نتحدث عن فلسطين، لماذا؟ نعم، لأن الأدب لا ينقل بشكل التقريري ولا هو ليس نقل
لصورة واقعية تماما، إنما الكاتب يعني يعالج الواقع من خلال المخيال، ولذلك يعني قد يسجل لهذه الرواية أنها تختلف قليلا. صحيح رواية تاريخية وقد كتب العديد في التاريخ الفلسطيني، لكن الرواية حاولت أن أعتمد فيها على الرمزية وعلى الأسطورة وعلى الخرافة، وحاولت أن يعني أن تكون رواية الواقعية السحرية الفلسطينية التي لا تنقل الواقع بشكله الجامد أو شكله الصلب، لكن الأدب دائما لا يجب أن يعتمد على صور من الجمال، وحتى يكون هناك إدهاش للقارئ وتشوق، وبالتالي تكون قدمت يعني مادة جديدة بشكل جديد يجعل من العمل الأدبي يتفرد في فضاء الرواية. ولذلك اليوم الكل يعني يحبذ ويحبذ أن يقرأ في الرواية التي تعتمد على الغرابية وعلى الأسطورة وعلى الخيال. هذا من جهة، من جهة أخرى أن طبيعة أحداث الرواية فرضت هذا النوع من الكتابة الأدبية، لأن الرواية تعتمد أيضا على استرجاع الحكاية الفلسطينية التي جاءت بلسان الجدة خلال الرواية، هذا ما كما تريد أن جاء بلسان السرد الذي كان يبحث عن مخطوط بحكايات الجدات وموضوع ألم العودة أيضا. يعني أنت تقصدت أيضا في موضوع التمهيد للرواية بذكر موضوع ألم العودة والعودة. نعم بالتأكيد، لأن ثيمة الرواية الأساسية هي العودة، وبالتالي أنا أريد أن أقول لأن لكل كاتب رؤية، ورؤيتي هنا تقول أن العودة هي الخلاص وهي الحل للفلسطينيين، العودة من الشتات. ولذلك يعني سقنا قضية المخطوطة التي تؤصل للعائلة الفلسطينية ولجميع العائلات الفلسطينية، وترسم وتثبت وجود الفلسطيني على هذه الأرض. لذلك عندما نتحدث عن الحكاية أيضا نعتبر الحكاية جزء أصيل من الموروث والتراث الفلسطيني الذي يحاول الاحتلال الإسرائيلي سرقته والسيطرة عليه. لذلك كل هذه يعني السياقات التي جاءت بين دفتي الرواية جاءت لتخدم الفكرة، فكرة عودة الفلسطيني من جهة، وفكرة تثبيت حق الفلسطيني على هذا على هذه سيد الأرض شفيق، ولو بدلالات مختلفة ولو من البئر سريع. لكنك ربطتها بلعنة اللجوء. نعم، ولذلك كانت البئر أيضا هي بمثابة لعنة. لماذا لعنة؟ لأن هذا البئر ظل شاهدا يذكر العالم بضرورة العودة إلى هذه البلاد، وأنه عندما ألقي بالمنسي بطل الرواية من قبل الإنجليز والعصابات الصهيونية في البئر، ظلت هذه البئر لعنة تطالب الفلسطينيين بالعودة إلى بلادهم، وكذلك تدحض الإسرائيليين أيضا الذين جاءوا إلى هذا المكان وكانوا يهربوا أيضا من الأصوات التي كانت تخرج من البئر، هذه الأصوات أشكرك. التي كانت تمثل روح المنسي الباقية في هذا المكان والتي تطوق إلى العودة إليه. أكيد يعني بأن سيكون لها اهتمام كبير. أشكرك جزيل الشكر وأبارك لك مجددا. من غزة الكاتب والروائي الفلسطيني شفيق تلولي، هذا ما سمح لنا به الوقت. شكرا جزيلا لك.